ولا ينبغي لي ان اقول ان في حد بعينه ساحكمه، لان دي ليست قضيتي ان اذكر اسماء، لكن قضيتي اني اسعى مع شعبنا لعداله انتقاليه تتحقق على الارض. واللي اتقال كان في حضور عدد كبير من الشباب، كلهم فهموا ما اعني، وانا قلت بطريقه واضحه وبلغه بسيطه ان انا لا اعامل المشير السيسي كمجرم انا عاوز احاكمه او استهدف محاكمته. قلت ده بوضوح، والناس كلهم فهموا كده، فهموا ان انا لا اعامل الرجل كمجرم استهدف محاكمته. الموقع والصحيفة اللي في الموقع أضافوا كلمة لكن ما بين لا أعامله باعتباره مجرم أنا أستهدف محاكمته، قالوا لكن، والحقيقة ما لكن ما تنفعش، وفي جرنان وواو ما تنفعش، لأن إزاي يبقى مش مجرم وأنا أستهدف محاكمته إلا لو كنت أنا عاوز أستقصد يعني الناس. أنا بقول لكم بوضوح كده، دي قضية جانبية. أنا رأيي إن مهنياً على اليوم السابع ان يراجع نفسه. انا مقصدي واضح جدا، هناك عداله انتقاليه غائبه وستطبق في هذا البلد، ووفقا للقوانين التي ستتم وآلياتها اللي هتتم بشفافيه، كل من يمكن ان تطالب هذه العداله من اجل تحقيق كلمه العدل، لا احد فوق القانون ولا احد مستهدف مني بالذات. انا لا اخوض هذه المعركه الانتخابيه لكي اجرح او لكي استهدف لا المشير السيسي ولا اي حد في مصر. انا مبادئي واضحه جدا، انا ضد الاستبداد والفساد، ضد عوده نظام مبارك ومرسي. لكن الاهم من اللي انا ضده اللي انا معاه، انا مع العدل الاجتماعي والديمقراطيه. ارجو ان ده يكون واضح، وارجو ان اللي حضروا الجلسه فهموا ماذا اقصد كلهم بدون استثناء، والذي نشر وهو ما كانش حاضر الجلسه قدم رايه. اتمنى ان الاعلام كله، وانا مع يعني نخبه من الاعلام، ان يضغطكم، وما في تعبيرات ملتبسة من حق قائلها أن يوضح ماذا قصد بها.